طيب اليوم الأستاذ خالد البلطان مع توقيع عقد شراكة استراتيجية التقى الزميل النشيط مسفر الحسيني واخذ منه بعض الأحاديث على مستوى هذه الشراكة وعلى كثير من المواضيع المهمة، واللي دائما خالد البلطان إذا دخل في هذه المواضيع يحدث الكثير من الحراك على مستوى الشارع الرياضي. خلينا نشوف الحديث والتصريح لخالد البلطان نرجع نعلق. الحمد لله اليوم أعتقد أن خطينا خطوة جيدة مع شركة وطنية رائعة وشركة وطنية كبيرة وهي شركة الدفة، وأعتقد أن هذه خطوة في تحسب للهيئة العامة للرياضة وتحسب لنادي الشباب باستقطاب أفضل الشركات الوطنية. بعد سنوات أنتم شفتوا الشباب جاء وقت كان نسى الرعاية الرياضية أو الرعاية الرياضية نسته. اليوم ولله الحمد سنسجل هذه السنة وخلال الأسابيع القادمة سنوقع عدة رعايات قادمة سيكون أكبر رقم بتاريخ نادي الشباب. يبقى الشباب والنصر ديربي كبير وديربي معروف ومهما كان سواء في خالد البلطان ولا غيره، لكن خلينا نقول الأمور هادية لين أصلح فريقي وبعدها ما في شيء هادي أبدا، وبالعكس بعدها سيعود الشباب لموقعه الطبيعي وسيعود الآخرين لموقعهم الطبيعي. المباراة لما تكون على ملعبنا لا احنا حنكون في مكاننا وما في مجاملات لأي نادي ولا حد يكلمني لا هلال لا نصر لا آخرين. الشباب حياخذ حقه السنة دي، الشباب عند إدارته فوق الجميع، ما في مجاملات، ما في أحد يتكلم معنا اليوم مشجع أو غيره أو حتى مسؤول. طبعا احنا عدد الحضور في مباراة الفيصلي كان 7600 حسب كعوب التذاكر وحسب ما تم بيعه وحسب الجرد. صار في أخطاء أعتقد قد يكون في البوابات أو كذا، أخطاء ما نبغى نثيرها الآن، تم متداركها وإن شاء الله المباريات القادمة ما يتم مثل هذه الأخطاء. ملعب نادي الشباب يوم الأحد القادم عندنا اجتماع مع الاستشاري لأخذ المخططات النهائية التفصيلية النهائية، اللي بعد الاجتماع سيتم الملاحظات النهائية أو الإقرار النهائي، بعدها إن شاء الله يكون الموضوع لدى الهيئة لإقراره بشكل نهائي. اللي ما قصر سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وجميع مساعديه وأطقم الهيئة والوكلاء في أنه يكون باكورة ملاعب الأندية تكون إن شاء الله نادي الشباب، واعتقد أن هالسنة ذي بنحتفل قريب تدشين وضع حجر الأساس إن شاء الله لملعب نادي الشباب اللي بيكون تحفة رياضية إن شاء الله. لو يعطون نهاية الرياضة 500 مليون أقول أبي، يعني الكرة تصرف والرياضة تصرف، خصوصا إذا رأيت أن نادي الشباب يعني يحتاج إلى قفزة وإلى دعم وإلى تعويض ما فاته مهما كان. لكن الحمد لله شوف بأمانة ما قصرت هيئة الرياضة لا في السابق ولا الآن، فالآن ما في داعي نكرر هالاسطوانة ونكرر هالأسئلة اللي وين ما نروح نسأل. خلاص أقرت استراتيجية لدعم الأندية أقرها سمو سيدي ولي العهد الله يسلمه وما قصر، هو الدعم الأول للرياضة 2.5 مليار للأندية. أعتقد أنهت الجدل في هذا الموضوع وأصبحت الأندية متساوية في البيس في 50 مليون، وما زاد عنها حسب جهدك وحسب تعبك وحسب قدرتك وحسب الحوكمة والألعاب المختلفة وحسب البوينت اللي تأخذ والنقاط، فأصبحت الأمور واضحة بالنسبة لنا، فما في داعي تكرار الأسئلة يعني دائما. الموضوع ما زال في الوسط الرياضي، لأن أنتوا الإعلاميين لا أنتوا فاهمين ولا تبغون هالجدل يستمر. كيف أبو الوليد دائما يأخذ لعيبة من الهلال والنصر بأقل على قولاتهم بالوسط الرياضي، لما تبغى لاعب تعصر الهلال والنصر، لما يبغون منك لعيبة تأخذ حقك وافي. هي كل شيء ناتج عن التفاوض وعن الـ 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 الحاجة وعدم الحاجة، يمكن عدم الضغط الجماهيري يساعدني في هالنقطة، واستطيع إن شاء الله أن الجميع كلنا يأخذ حقه، لا الهلال ولا النصر. لا يوجد، أنا أعلنها، لا يوجد قلق حتى لو انهزمنا، لا يوجد قلق، لا يوجد ضغط اللاعبين. المهم عندي تارجت نهاية الموسم أني أصل بالفريق إلى مستوى وإلى ليفل وإلى مركز يرضيني وإلى مستوى أستطيع أقارب فيه. خلاص أنهي الجاب اللي أنا جيت لقيت جاب بين الشباب والأندية المقدمة، قاعد أقلص هالجاب وأقلص هالبعد يعني المسافة البعيدة قاعد أقلصها، ومشيئة الله تتقلص. أبغى في نهاية الموسم يحس كل شباب أنه اقترب،
اكثر من ايش؟ من المقدمه. لا احنا الكبار، لا 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 هذا مش كبار، الكبار ابتعدنا عن المقدمه، لكن الكبير الشباب كبير، حتى لو ابتعد كم سنه لا تعنى، لكن وصف الكبار هذا وصف اعلامي يطلق بطريقه خاطئه، بطريقه خاطئه، وللاسف ما اعرف الى متى تنهون هالتعصب انتم. لا 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 اوكي، انا بديته لن يرد، انا ما بديت، انا بديت، انا اثرت الموضوع، لكن انا ما اخترعته ولا لكن تعصبكم وراء انديتكم كاعلاميين، تعصب خوفكم ان الشباب يكسر هالقاعده، هذا سببها. يعني القمه كانها مدببه وكانها محجوزه طول العمر او محجوزه للابد، ما فيه من حصل شيء يستاهله. نعم أربعة الكبار الجماهير، هذا من أول تصريح لي، نعم الأربعة الكبار جماهيريا، غير كذا الكبار دوار، من حصل المقدمة فهو من الكبار، عرفت؟ ومن 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 استمر في تطوير ناديه، وفي يعني تجي تقول لي الشباب ياخذ الدوري 3 مرات متتالية، ياخذ الدوري 6 مرات في تاريخه، وتقول لا مش من الكبار، روح دور لك حاجة غير كرة القدم تكلم فيها.